السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم ربي وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفي بث جديد من في قناة موجينكاي. لك عيسى الحقوني، لك عيسى الحقوني، واي واي واي. واضح اني فرحان بالطقم. اهلا وسهلا بالجميع وحياكم ربي، يا مرحبا ومسهلا. عنوان حلقتنا اليوم يا جماعة الخير: ليش كل الانميات فيها تكرار؟ عندنا سلمكم الله انميات مكررة. في عالم الانمي ايها الاعزاء الكرام دائما ما نشوف ايش؟ دائما ما نشوف تكرار في الاحداث في الحلقات في الشخصية نفسها. يعني مثلا على سبيل المثال شخصية شو اسمه ذاك الولد، شو اسمه ذاك الولد اللي صارخ، خليك من ساسكي شوي، بنجيب ساسكي. لا لا الولد اللي صارخ في أستا في بلاك أستا. كلوفر ايوه إيه. يصارخ مثل ما هو صارخ في دراغون بول مثلا على سبيل المثال، جوكو اذا جاي يتحمس نفس السالفه عند مين؟ عند أستا اللي في بلاك كلوفر. تمام، انا اشوف أستا يشبه ناروتو اكثر يا اخي. لا على الاقل جوكو عنده سبب، أستا لا قاعد صارخ بس عشان يبقى. ايوه انا معاكم يا شباب، بس المساله في الصراخ. يعني مثلا الصراخ موجود في دراغون بول، موجود في بلاك كلوفر، تشابه بين مثلا خلينا نقول أستا وناروتو. ناروتو قال لك انا ابغى اصير هوكاغي، وريوا هوكاغي ني نارو، انتهينا صار هوكاغي، بعدين ايش صار؟ خبعت في بوروتو. اذا من ضمن الاشياء اللي من ضمن الانميات عفوا اللي شفناها وفيها تشابه كبير ناروتو وايضا بلاك كلوفر، ناروتو استا هذا يبغى يصير ماو تينكا الظاهر السحر، وهذا يبغى يصير الهوكاغي، ما لها ترجمه، هوكاغي هوكاغي زعيم قريه. ايش في تشابه في الانميات غير بلاك كلوفر مثلا وناروتو؟ انا اشوف الشخصيات يعني في ناروتو برضه تشبه اللي في جيجيتسو كايسن، شفت ساسكي وناروتو نفسهم نفس الشخصيه الرئيسيه، وذاك الشخص ابو شعر اسود نسيت اسمه امه، عرفته؟ اعرف ما ادري. عندنا مشكله في اسماء الشخصيات. يقوم يا اخي انا عندي مشاكل، يعني انا ماني داري ليه اصلا كل الانميات ماشيه نفس الكاركترين ذولي ناروتو وساسكي. ما والله العظيم كل الانميات اذا ما لقيت فيها كل انمي شونين جديد ما لقيت فيها ذي الكاركترين يمكن تموت. شونين شونين مدها شوي شونين يا فيعون. فقرة إعلانية أيها الأعزاء الكرام، ما زال معهد إنجاز لتعليم اللغات يدرس ويعلم اللغة اليابانية، فاللي حاب يسجل الروابط موجودة تحت، حياكم الله. أقوى خاتلة بالتاريخ. أنا ملاحظ برضو غوكو وفيجيتا برضو ناروتو وساسكي إيتادوري ميغومي شغلهم الرايفل الرايفل. أيوه بالضبط. بس شوف حتى فيجيتا يعني أحس فيجيتا يعني مو الشخص الانطوائي السبك اللي لا تكلمني أنا موهوب من الفطرة، أما غوكو أما هو الكاركتر اللي انا اتكلم عنه ناروتو هو الفاشل، الشخص الفاشل اللي من كثر ما اجتهد صار مره ناجح. صح. اما ساسكي اللي هو الشخص اللي موهوب من الطفول، فاهم؟ هذا هو المقصد. صح. من ذول الشخصيتين ذي الكاركترين مو انحلبت كل الانميات زي كذا. خلاص التشابه العظيم هذا في قضيه الرايفلز او منافس او منافس موجوده بشكل مستنزف كثيرا في الانميات. يعني بيني وبينك يا ربيع احنا تعودنا على هذا الشيء، انا اشوف انها واحده من الاشياء اللي تعطي جماليه للانمي، لكن انها خلاص انحلبت زياده عن اللزوم. اي خلاص انا الحين قاعد اشوف الانميات اللي قاعد تنجح هي اللي عندها افكار جديده. يعني كم اوسم رانكينج شونن ما ادري، غالبا انا اشوف انه سينن. ليش؟ لانه في دمان وفي اشياء زي كذا. ياب شو اسمه سينن اوكي بس انا اقصد انه انميات الشونن لسه ما هي تتغير يا جماعه. نين 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 خلاص يا هوي مدرس اللغه اليابانيه ما زال معهد انجاز يدرس اللغه اليابانيه اللي حاب يسجل. لا مو انا حتى صراحه انا ودي اتعلم اللغه اليابانيه عشان اعلم زوجتي كيف تقول اونيتشالي. اي بقى من شباب ايش في انميات يا جماعه الخير تشوفونها ترادف نفس السياقات اللي احنا ذكرناها قبل شوي، الخصومه والمنافسه وما الى اخره، التكرار الشديد، ايش تشوفون زياده؟ تفضل منير حبيبي. انا عندي شو اسمه مو انميات، هو في تصنيف ثاني كمان، حتى يعني اتكلم على انميات المدرسيه نفس نظام القصه، يعني واحد يحب واحده ولكن ما يبي يعترف لها وما ادري ايش ونظام كذا. ايوه مدرسي رومانسي، تقدر تقول كذا مدرسي رومانسي. ايه مدرسي رومانسي. بوكو هيرو اكاديمي ذا انمي، هذا مو انمي، هذا فاجخ، كل الافكار مفسوخه، ما في اي فكره الا فجخوها من انميات ثانيه. يا مثل اول شيء الرايفل هذا حق ايش اسمه ديكو ومين ميدوريا، ذول اثنين مو سرق حلب ديكو يا رجل. الو شيء ذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا بس والله من جد يا منير هذا انمي مكرر صح، ما عنده اي هرجه، دائما في ذي الانميات يعني دائما يشوف القدوه زي مثلا جيرايا مع ناروتو، هذا اللي بوصل له، هذا انا اللي ابصر له. ربيع سؤال معليش، انا بأشتغل الحين شطحه، ابى افكر برا الصندوق، قلتها بعد دراما خليجيه؟ لا
طيب بما اني يعني من مواليد التسعينات فانا مر علي فتره يا ربيع ما كان عندي انترنت حلو، ما كان عندنا انترنت، كان عندنا تلفزيون فقط، فكنت اتابع مثلا على سبيل المثال الدراما الخليجيه والدراما اللبنانيه يعني اعمال عربيه في التلفزيون كنت اتابعها، ما كان عندي انترنت. الكلام هذا يعني يمكن في 2004، بوريك صورتي يوم كنت في 2004 شفت هذا انا ويا اخوي مهند شفت لما كنت بذا العمر بديت احب اتابع الانمي وما الى اخره، بس ما كانت عندي مصادر كثيره، فايش كنت اسوي سلمك الله؟ كنت عادي اقعد في الصاله مع اهلي ويتابعون مثلا على سبيل المثال مسلسلات خليجيه. تعرف القيمه في المسلسلات الخليجيه قد ايش سخيفه يا ربيع؟ المسلسل الخليجي يعرض لك حياه شخصيه لشخص يحب واحده او واحده تغار من واحد لا عشان واحد وما الى اخره. ادخل على التلفزيون الحين وشوف المسلسلات الخليجيه، بس خذ الفكره كامله عنها او شوف اي حديث مختصر عنها، بتلقى ان الفكره مبنيه على الله يكرمكم مستمعين الملائكة زبالة، مبنية على حسد وكره وحقد وما إلى آخره، شالوا سطحية اللعنة، فيها سطحية اللعنة. الأنمي يا صاحبي والله العظيم شوف كل التكرار اللي قاعد يصير في كل الأنميات والله العظيم إني متقبله 100%، عادي متكرر وهذا رايفل وهذا يخصم، بس القيمة الفاليو اللي يبغون يوصلونها يا ربيع قيمة حلوة، المنافسة الشريفة، إنك أنت تصير يعني إنك أنت تشوف واحد قدوة تصير أحسن منه، إنك أنت مثلا تمسك زمام الأمور، إنك أنت تعتمد على نفسك، إنك أنت تسوي يعني شفت القيمة اللي في الأنمي هذه؟ إيه رسائل حلوة. أضف عليها الفانتازيا، أضف عليها الخيال الواسع بما أننا نحب الخيال والفانتازيا، بالضبط للكلام اللي أنت قلته صحيح، الرسائل الكويسة، فهذا شيء إيجابي يغطي سلمك الله على التكرار اللي قاعد يصير. أوكي تكرار مستنزف ما عندي أي مشكلة، بس على الأقل قاعد يعطيني قيمة، القيمة هذه يا أخي تشجعنا، تخلي الواحد أنا بديت أصير كرنجي صح؟ لا 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 روح بديت أصير ويب. كمل ما عليك، أخاف أقول كلام يعني الناس ما يصدقوني، بس بصراحة والله العظيم ما حد حط فيني حب العمل والإخلاص في العمل والاجتهاد وما إلى آخره إلا الأنميات. المقطع طلع حقيقي إلا الأنميات والله العظيم يا ربيع قسما بالله المقطع طلع حقيقي. إيه المقطع إيه قصدك يوم إنك طقطق علي في الإنستغرام؟ إيه بعدين أكلتها على راسي يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، لولا أن القيمة هذه لولا الله سبحانه وتعالى ما سخر القيمة هذه في الأنمي وخلانا نتشربها من الأنمي كان ما شفتني والله يا صاحبي عندي طموح وابغى اروح اليابان ورحت الحمد لله وتخرجت منها، كان تلقاني ما ادري يمكن تلقاني زقمبي بحكم اني ساكن بشرق الرياض عندنا، عرفت تلقاني طالع مع العيال ها العنوب يا حول الامير طيبين الكباش الامير تلقاني زي كذا عادي، فانا ما عندي مشكله والله مع التكرار بصراحه. انت وش تشوف يا ربيع؟ هل تشوف ان القيمه والرسائل اللي في الانمي بغض النظر عن التوجهات اللي يحطونها الكتاب؟ اسمع يا اسمع 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 خلينا نرجع حبه حبه، انت الحين لما تاخذ الرساله مره واحده تمام لما تاخذ القيمه والرسائل، تخيل الحين مثلا قال لك جيب لي موه، بعدين انت قلت له طيب دحين خمس دقائق وي، بعدين يجي يقول لك جيب لي موه مره ثانيه، بعدين يعيد المعلومه يعيد اكثر من 20 مره، فاهم؟ وانت وصلت لك العلم يعني هو يقول لك جيب لي موه بعد خمس دقائق، هو قاعد يعد لك في الخمس دقائق 200 مره انك بتجيب لي موه بعد الخمس دقائق، انت ايش راح يصير لك؟ تنغث؟ بيجيني تبلد بصراحه، بس في النهايه ابوي يعني ما اقدر اقول شيء. خلاص لو ماذا قلنا شخص غريب، ايه لو شخص غريب ايش تبي؟ طيب خلاص تجيب لي موه انتهينا. لا نفس الهرجه، النصيحه اذا تكررت اكثر من 10 مرات، اذا اكثر من مرتين، انا بالنسبه لي مرتين خلاص انا حد خلاص ليميتوس لا تنصح لا اخذ النصيحه خلاص عندي احتفظت فيها. طيب لا تنسى ان في اجيال يا ربيع، في اجيال تتربى على هذا الشيء وفي ناس يعني يشوفون ذا القيمه. اجل يلا خلينا نروح عند النقطه الثانيه ما دام النقطه الاولى ما اقنعتك. شوف ايش الحلاوه هذه يا ربيع. اي أيوة والله حي كيف الحال يا مرحبا طيبين يا حي الله الشيخ احمد. النقطه الثانيه والله نسي الله يلعن ابليس يا اخي كله من طلعت المواضيع هذه تنسي. النقطة الثانية بالانمي هو الانمي اصلا بكل امانة هو يديني شعور الحماس، هو يديني شعور كذا الرضا لما اشوفه، فلان الشعور ذا لما يتكرر معايا في كل انمي احس خلاص يعني الشعور ذا بايت يعني يصير ابو كلب يعني ما يصير شيء يحمس. انا لما اشوفه مرة مرتين ساسكي ناروتو استا يونو من كمان ميغامي اللي في جوجستو ميغامي مرة تقرب ون بيس ون بيس ما في ما في زي استظروا قاعد اشوف يقرب ولا لا لا ون بيس ما تمطيطه خفيف مو تمطيطه استكراره خفيف تمطيطه والله مره مو خفيف. ون بيس ما في زيه يا طبال ون بيس استاذ احمد ون بيس ما في زيه انا طبال ون بيس انا ما اكذب عليك ما في تكرار في ون بيس ما الناس يكرروا ون بيس ما في احد يقدر يسوي زي ون بيس. واحد سأل يقول في ديسكورد للقناة. بالنسبة للديسكورد احنا ان شاء الله بيكون عندنا فقرة بإذن الله حقت الميمز، فنبغى الجميع ان شاء الله يشارك في الفقرة هذه ويروح سلمكم الله غرفة الميمز ويحط لنا فيها ميم سواء انمي عن العاب اللي حابه يفضل عن الانمي يعني بصراحة.
وراح يتم تضبيط يعني روم خاص للميمز، مو الميمز حق السيرفر ذاك تحت، لا في واحد اسمه لايف ميمز. فجونوا على السيرفر حقنا، لما تدخلون سيرفر موجين كاي ان شاء الله بتلقون اللايف ميم، بحط لكم برضو اشعار انه يلا بنبدا ان شاء الله. في واحد يقول لك ان في برضو لا تنسى ان في نوع متشابه انه البطل يتعرض للتنمر. وهذا فعلا فعلا في ابطال، في ابطال كثار يتعرضون للتنمر، ناروتو واحد منهم، اغلب الشخصيات اللي بصراحه ترى كل الناس الناجحين في الحياه قد تعرضوا للتنمر يوم من المرات. اي بالضبط هو ذا، يا سلام حتى ربي معنا. لا لا يغرك انه كان متنمر. لا لا انا 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 انسان ناجح من اول ما انولد ولله الحمد. هذا سؤال ربيع، هل في شيء تعلمته من الانمي؟ ايوه حب الاصدقاء، الطرحه من اجل اصحابك، الحب الصادق، كلها تعلمتها من الانمي نهائيا ما بنقارنه، وتبقى مسلسلات الانمي هي الافضل. طبعا احنا كلنا تابعنا الحمد لله سبايكس فام، الى الان نزلت 3 حلقات، تابعنا الحلقه الاولى والثانيه والثالثه بنتكلم عنها. شباب انتم تابعتوها؟ احنا تابعناها كلها. لا الثالثه ما تابعت. ليش ما تتابع يا اخي؟ اول باول دوبها نزلت. ايش اللي احنا انا كيف تابعت يعني دوبها نزلت؟ نتكلم بس عن الحلقه الاولى والثانيه. نعم. على 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 الطاري في شيء نسيت اقوله عن الانمي، هم مستنبطين، شفتوا سوالف السباي والجواسيس وما الى اخره، مشهوره جدا في ذيك الحقبه، حقبه ما بين الاربعينيات الى الستينات تقريبا كذا، كانت جدا مشهوره، كان خلاص اي واحد كذا سباي يعرف ان هذا كول، يعرف ان هذا واو مره. فهذه شيء، هذه نقطه من الاشياء اللي انا يعني شفتها، اتوقع ان الكاتب له توجه في ذا النظام. طبعا الحين خلاص يعني وقتها كانوا الجواسيس مره مالين كل مكان، في نوع من الكياته، الانمي كان في نوع من الكياته مرة. أني واضح إنه ويد بينت ستايسكي. لا 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 إيش بوم هذولا؟ إيه إيش في ربيع؟ ترى أنا أحب الأشياء الكيوت، ترى عادي يعني. منزدح يا أخي، أنا ما تابعت الأنمي خلاص، بس كنت منزدح إيش بوم أمكم. أما أنت ما تابعته؟ اسمه تابع والله. بس تابعت انمي الاتحاد اليوم، الحلقة اليوم كانت حلوة، اخراج الانمي ممتاز. اقول لك اتصل بحلقة الثالثة فكنا احرق عليك. لا بس بس الاخراج، الاخراج كشكل عام بس رهيبة ولا خايسة كذا؟ قول لي حلوة. تابع الخياس بعدين تقول لا والله هذا شيء حلو، كيف كيف تقول للخياس يا اخي حلو؟ والله ما عليك انت بالاشياء الخايسة اللي فيه، فيه كل انت انت, انت انت لا تسلك للاعمال. انت تابعت؟ طيب ما تابعت، ما كيف تقول خايس؟ سولف، ما قلت عنه خايس. كيف تحكم عليه؟ كيف تحكم عليه كذا يا ربيع؟ انا ما تابعت ون بيس، ولا اقول ون بيس خايس عادي من حقي ولا لا؟ لا مو من حقك منير. منير انت من جد قاعد تقول ون بيس خايس؟ تبي الناس يذبحوننا؟ لا قناتنا بالله ترى والله بسمع. ارجع رب الكعبه، انا ون بيس عمك. قبل لا نضيع وقبل لا نتشتت، نراكم ان شاء الله على خير ما يرام، اسعدكم الله يا رب، نراكم ان شاء الله في حلقه اخرى وفي بث اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربيع ايش فيك؟ ربيع الو، انت مسويت تحيه؟ ايه شكرا، اهلا سلام. هو ايش سوحف؟ معليش من دواب. يلا سلام عليكم ونراكم ان شاء الله على خير ما يرام الاسبوع المقبل باذن الله. يلا مع السلامه.